السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هتكلم عن الصاحب. اتكلمنا عن الجار، هنتكلم عن الصاحب. ازاي تختار صاحب وامتى تفارق الصاحب ده؟ واول حاجة لقيتها ينفع الواحد يبدأ بيها، النبي عليه الصلاة والسلام شبه الجليس الصالح اللي هو الصديق او الصاحب اللي انت قاعد معاه بحامل المسك، وشبه جليس السوء بنافخ الكير. حامل المسك ده انت حتى لو ما خدتش منه مسك مش هيأذيك، يوم ما يعدي منه حاجة كده عليك هتبقى ريحة حلوة، مش هيأذيك في حاجة خالص. انما نافخ الكير ده مش هيجيلك منه حاجة حلوة ابدا، هدومك هتتقطع، مش هتطلع منه بحاجة عدلة ابدا. هو انت بتقول الكلام ده احنا كلنا عارفينه، انا بس بفكرك، انت بتصاحب مين؟ بتجالس مين؟ بتحاكي مين؟ مين اللي بتقعد تتكلم معاه؟ وفي اول الفيديو هنصحك انك تقاطع اي صاحب تأكد ان هو مخادع، كذاب، خبيث، اي حاجه من الحاجات دي اقطعه. بس هتكمل لاخر الفيديو عشان تعرف تقطعه ازاي. وقطعه ليه؟ عشان الصاحب ساحب والمرء على دين خليله، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لنا كده، فلينظر احدكم من يخال، كل واحد يشوف هو مصاحب مين. تقف دلوقتي بعد الفيديو ده ان شاء الله تشوف انت بتصاحب مين، هو ساحبك لفين. والعرب زمان في اهميه الصاحب قالوا ايه؟ قالوا عن المرء لا تسال واسال عن قارينه، فكل قارين بالمقارنه يقتدي. كل واحد مصاحب واحد هيبقى زيه، يعني لما تيجي تسال عن حد اسال عن صاحب. ده اللي كانوا بيقولوا العرب عشان يوريك أهمية الصاحب ايه. وعشان قلت لو ظهر عليه حاجات انت تقطعه ما تنفذش بقى على طول، انت واجب عليك لصاحبك ان انت تعذره الاول، اصل ممكن يكون ده مش طبعه، ممكن يكون المره دي غلطان، ممكن يكون عنده حاجه ضايقته، يعني ممكن تظلمه. لا، اعذره اول مره وتقول له، واجب عليك انك تقول له خد بالك انت بتعمل كذا، عشان يبقى عارف، يمكن مش واخد باله، يمكن عنده مبرر فيقول لك لا ده عمل 1 2 3 انا عشان كده قلت. يعني ممكن تلاقي الغلط الشنيع بتاعه ده اللي انت مش فاهمه وبنقول عليه قطعه بسببه، ممكن يكون ليه مبرر، ممكن يكون ليه مبرر قوي، الله اعلم. لما تعرف السبب تعرف. فانت واجب عليك لصاحبك تقول وتحذره، تعرفه غلطه فين بالظبط، وتقول له الحته دي كده غلط، دي كده عند ربنا مش حلوه في حقك، وهو حر بعد كده، عشان انت كمان ما تسالش مع عند ربنا، ما انت صاحبه، فربنا هيسالك يقول لك ده عامل كذا، انت مصاحبه ليه وما نهيتوش ليه وما قلتلوش ده غلط ليه؟ ده حق صاحبك عليك، وهتسال عليهم القيامه على فكره. يا ما تصاحبوش وما تمشيهوش. وقبل ما تقاطع عايز اقول لك حاجه برضه، لو بتدور على صاحب ما فيهوش غلطه هتعيش حياتك كلها من غير صحاب. المهم بقى ياكد دلوقتي ان انت بعد ما تقاطع الصديق ده او ما بقاش صديق ولا بقى صاحب، بس ينطبق عليه ايه بقى؟ من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. او ما بقاش صاحبك بس ليه عندك حقوق، يعني اللي هيساعد الناس في المصالح بتاعتها وهيقضي الحوائج بتاعتهم وهيساعدهم ان هم ينجزوا الاعمال بتاعتهم او ايا كان المصلحه اللي بيخلصها، ربنا هيساعده في كل حاجه، وهتلاقي حاجتك ربنا بيبعت لك اللي يساعدك فيها. ده من غير ما يبقى صاحبك بقى، ملوش دعوه بالصحاب، مش تخاصمه وتفرقه وتقاطعه وتفجر معاه في الخصومه، لا لا، انت هتخاصمه وتبعد عنه وتديه حقوقه كانسان، اديني المعامله. واياك تفجر في الخصومه، اياك تفجر في الخصومه، عشان هتبقى كده انت يعني لابس خصله قويه جدا من خصال النفاق. 4 خصال انت لابس منهم فجر في الخصومه، فجرش في الخصومه. خصال النفاق اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. يعني هو كان صاحبك. وفي الاثر اتقال، الله اعلم هو حديث ولا لا، بس في الاثر اتقال ان يوم القيامه هينادي منادي يقول ليقم اهل الفضل، الناس كلها تبقى موجوده، ليقم اهل الفضل، فيقوم ناس من الناس اللي قاعدين، فالملائكه يقولوا لهم ايه؟ الى الجنه. فتقابلهم الملائكه اللي في السكه يقولوا لهم انتوا رايحين فين؟ فالناس دول يردوا عليهم اللي هم اهل الفضل يقولوا لهم للجنه. فالملائكه يقولوا لهم ازاي؟ قبل الحساب. فيردوا بكل ثقه ويقولوا لهم نعم قبل الحساب. فيقولوا لهم انتوا مين؟ انتوا مين اللي جايين قبل الحساب؟ فيقولوا لهم احنا اهل الفضل. فالملائكه يقولوا لهم ايه فضلكم؟ قالوا لهم ايه بقى؟ كنا اذا جهل علينا حلمنا. يعني ما حد يقول عليك حاجه غلط مش فيك، جهل يتكلم عليك بجهل ما يعرفش اللي فيك وقال عليك حاجات غلط، فتبقى انت حليم كده. واذا اسيء الينا غفرنا. الملائكه يقولوا لهم ايه؟ ادخلوا الجنه نعم اجر العاملين. والصحاب النص نص دول الشعراء برضو قالوا عليهم كتير، زي واحد قال ايه؟ واخوانا حسبتهم دروعي فكانوها ولكن للاعادي. انا افتكرت الناس دي اللي هتدافع عني وتحميني كانوا فعلا بيدافعوا ودروعه قويه، بس للناس التانيين اعدائي مش ليا. اياك تبقى كده. وخلتهم سهاما صائبات كانوها ولكن في فؤاد. ما تبقاش كده كمان. وشاعر تاني قال ايه؟ ان الكريم اذا تمكن من اذى، او واحد كريم وقدر يأذيك ومتمكن، جاءته اخلاق الكرام فاقلع. فالكرم اللي جواه ده اثر فيه ونقح عليه ومرضيش يأذي عشان هو كريم، ده بعد ما تمكن من الاذى. قال كده وسكت. لا، وترى اللئيم اذا تمكن من اذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعا. اللئيم ده بيقفلها خالص، مش هيدي لحد فرصه ان هو ايه؟ يصالح اصلا. فالعفو ده بتاع الاقوياء اللي هم يقدروا يعفوا بعد ما يبقى قادر ومتمكن، مش بتاع الضعيف. انت قادر بالفعل وبتعفو. في ناس بقى بتقول ايه؟ بناقص العفو وبناقص الثواب بتاعه اعمل اي حاجه تانية، انما ما تهنش واتذل قدام الناس ويحصل فيها حاجات واسكت واقل من نفسي كده وكرامتي تتهان. ده هفكره بقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما قال ما زاد الله عبدا بعفو
الا عزه. انت لما تعفو عن حد انت مش متهان ولا الكلام اللي انت بتقوله ده، ده عند ربنا، ربنا اللي بيعزك، وربنا يعز من يشاء ويذل من يشاء في الارض وفي السماء. هيعزك في الارض برضه لو انت شايف الناس هتبقى باصه، لا لا، ربنا يقدر يخلي كل واحد فعال وبعرف، لا ده انت محترم، لا انت قادر، انت قادر وعافيت، فبيبقى فاهم كويس جدا. وكده كده اللي بيكرهك هيبقى فاهم غلط، يعني كده كده اللي عايز يسيء الظن هيسيء الظن براحته، بس انت يهمك مين؟ يهمك ربنا، ما يهمكش حد تاني. وما تواضع احد لله الا رفعه.